السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول حاجة بالنسبة للناس اللي فاكرة إنه مجرد إنه الأغلبية تتفق على رأي يكون هو الرأي ده صح. لا، للأسف الشديد في الزمن اللي احنا فيه ده في حاجة اسمها سياسة القطيع. يعني إيه؟ يعني مجرد ما الناس بتقول حاجة تلاقي قطيع يتبعها دون تفكير، دون تركيز، دون انه يعمل سيرش او بحث للحاجة اللي هو بيكلمه عليها. لا، ما تقلقش لو انت مش تبع القطيع، ما تقلقيش لو انت متفردة ومتميزة بمجال الناس لسه مش عارفاه، فربما يكون اللي بتؤمني بيه او اللي بتؤمن بيه او اللي بتشتغله او اللي مبادئك وقناعاتك متفقة عليه كثير من الناس لا تتفق. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن خلينا نتفق انه الأغلبية مش دايما بيكون رأيها صح. يومكم سعيد، كله إيجابية وتفاؤل.